يا مساء الخير وكل عام وانتم بألف ألف خير. رمضان كريم ينعاد على الجميع، على سوريا وكل العالم بالخير بالرزق والمحبة والبركة. يعني بلشنا بأول أيام الشهر الفضيل، كلكم إن شاء الله عم تحضرونا بأول حلقة من رمضان بيجمعنا على شاشة سما الفضائية، هالمساحة يلي رح نرافقكم فيها يومياً خلال ساعة من الهواء المباشر لنتواصل نحن وإنتو ونتبادل المعلومات مع ضيوفنا المتخصصين بمجالات متنوعة بأمور إن شاء الله تكون بتهمكم وبتقضي ساعات الصوم بفائدة ومعلومة. كل عام وإنتو بألف ألف خير، وكل عام وإنتي بألف خير يا سارة. رمضان وإنت كريم وإنت بألف خير، ينعاد عليك يا رب وعليك يا رب وعلى جميع المسلمين بالخير والصحة آمين. والبركة يا رب. رمضان كريم وكل عام وإنت بألف خير يا ورد. رمضان كريم لكل مشاهدين سما الفضائية. يعني ساعات الصيام صحيح طويلة ولكن شوي بتخفف عنا بهذا الجو الحلو يلي شهدنا فيه بعض الأمطار، ونحن بهالساعة اليومية المباشرة رح نحاول نقدم لكم كل الفائدة مع المتعة أيضا من خلال الفقرات والتقارير يلي رح تهتم بالصحة النفسية والتغذية وحتى الجوانب الدينية الأساسية ضمن شهر رمضان المبارك. كنا عم ندردش أنا وأنت تحت الهواء، بلشنا بروحانيات رمضان، بلشنا جدول كل ستات البيوت صحيح. شو بدهم يطبخوا بهالثلاثين يوم، شو الفطور وشو السحور صحيح. وكيف الأمور حتكون إضافة لملء الفائدة، هذا الضروري جدا. يعني تخيلوا 30 يوم نحن نقعد بس على الفطور وعلى السحور. طبعا ساعات رمضان المباركة والطويلة بنهاره لازم نمليها بكل شيء فيه طاعة وكل شيء تقرب ونستفاد من هالشهر يعني قدر صح. المستطاع، لأنه نحن هلأ حاليا السنة كلها عم تمرق مثل لمح البصر، فما بالك بشهر 30 يوم غمض عين فتح عين منكون عم نستقبله منكون عم نودعه. ضمن الحلقات اللي رح نترافق فيها معكم عنا زوايا بتهم كل أفراد الأسرة، في عنا الجانب الفني، في الإنشاد، في الدراما على قناة سما الفضائية، بأعمال يدوية ممكن تكون موجودة، ممكن نسلط الضوء على البرامج اللي رح تطلع على شاشتنا يلي رح تنور بمتابعتكم لإلا، إضافة لمواضيع غنية رح نتناقش فيها مع ضيوفنا. رمضان معنا، سما بتجمعنا. جهت وجهي نحو بيتك داعيا، وجهت وجهي نحو بيتك داعيا، يا من تجيب العبد ينادى. يسعد أوقاتكم عن جديد. اليوم يلي بيسبق أول أيام الشهر الفضيل بيكون وقفة رمضان، وبيكون يوم مميز بكل أنحاء الجمهورية العربية السورية بأسواقها وشوارعها، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وحتى النفسية يلي ما لها كتير مرتاحة، إلا أنه حركة الناس بهذا اليوم ما توقفت أبداً. صحيح، وشفنا يعني خلال اليومين الماضيين كانت كتير زحمة، حركة كتير من العالم، وهالحركة هي بتكون إما بسبب اجتماع الناس على تكريزة رمضان أو التحضيرات بالأسواق لشراء الاحتياجات الأساسية. أكيد كاميرا سما صورت هالأجواء وسألت الناس عن تحضيراتهم للشهر الكريم، خلونا نتابع. بوسط انشغالات الناس بأول أيام شهر الخير والمحبة والعطاء شهر رمضان المبارك، وبتحضيرات رمضانية من الشارع السوري المليان اليوم بطاقة إيجابية ليحضر الأساسيات والخطط اللي رح يمشي عليها طيلة الشهر الفضيل، من بين غذائيات وعبادات وزينة وتفاصيل كتيرة رح نعرفها سوا. والله زينت بيتي ونازل على الميدان، جيب اغراض، لبنه، جبنه، كاسات للعصير، ان شاء الله كل سنه وانتم سالمين. عم نحضر مشان السحور شويه اغراض اكلات تزينه للرمضان. هو بالعاده رمضان له طقوسها خاصه وتحضيرات خاصه من ناحيه العباده والصلاه والصوم ومن ناحيه الاكل،
بس بسبب الأوضاع والظروف الحالية اللي نحن بنمر فيها ما عاد فينا نقدر نعمل أي تحضيرات لرمضان، فنحن عم نعيش كل يوم بيومه. رح نعمل كوسة بلبن إن شاء الله، وصلاة التراويح رح أقضيها أنا وابني وبس. بعد صلاة التراويح مثلا نقعد هالعيلة بتجتمع، بعد بنرجع بالتراويح اشوف هي حلو بنقدم اول شيء، وبعدين عصائر. عم نصلي وبنصوم وكل شيء والحمد لله على كل حال. نجيب اغراض السحور اول يوم، بتعرف هذا بيكون له لذه خاصه لحاله. تحضيرات فطور اول يوم كمان بتكون له لذه لحالها، ويعني بنجهز حالنا تراويح، صلاه، عباده، هيك شغلات يعني. ان شاء الله رمضان كريم عليكم وعلى الجميع كله. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. رمضان كريم. كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. ان شاء الله الله يجعل ايامكم كلها بيض يا رب، والأيام الجاية بتكون أحلى على الشام وعلى سوريا كلها. دائما من كل سنة بهذا الشهر تحديدا منشوف لمة الناس الحلوة يلي عم تعطي طاقات إيجابية بالعبادة والتقرب والمحبة. كل عام وانتم بألف خير مرة تانية. الإنشاد الديني فن من الفنون يلي بتشتهر فيها سوريا إجمالاً ودمشق خصوصاً من مئات السنين وليومنا الحالي، والمنشدين السوريين انعرفوا بأسلوبهم الخاص يلي بيمثل التراث المحلي، والتميز بهالمجال على مستوى المسابقات المحلية العربية وأيضاً العالمية. صحيح يا ورد، اليوم ضيفنا بالاستوديو منشد سوري شاب قدر يحمل هالتميز كله ليمثل سوريا بالمسابقات العربية، تحديداً مسابقة منشد الشرقة. رح نعرف تفاصيل منه أكثر، وأكيد رح نسمع بعض الأناشيد بصوته. المنشد عيسى شموط، مشرف قائدة فرقة الإيمان للمدائح النبوية. رمضان كريم وكل عام وأنت بألف خير يا رب. كل عام وأنتم بألف خير، والأمة الإسلامية بألف ألف خير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والبركة والعافية إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك يا رب وعلى أسرتك الكريمة بالخير، ومبروك الإنجاز اللي حققته بمسابقة منشد الشارقة. كان لازم نستضيفك من قبل، بس لا، هيك مع رمضان بأول أيام منه بنسمع صوتك العذب ومنتبارك، ومنه بنحكي أكثر عن هالمسابقة. خبرنا من هالإنجاز الأخير منشد الشارقة، شو هاي المسابقة؟ ليش عيسى شموط اشترك وكيف قدم؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. والله ربي سبحانه وتعالى اصطفاني من بين يعني الشباب السوريين، كثير شباب سوريين قدموا، ففضل الله كنت الأول على سوريا باللي اختاروهم لمنشد الشارقة، الحمد لله هذا فضل ربي علي. وقدمت عن طريق النت بمسابقة منشد الشارقة، أخذت المركز الرابع الحمد لله. تمام. وأنت يعني كنت الشخص الوحيد عم تمثل سوريا؟ لا، كان أي شخص أوكي. الوحيد. وأنت اللي قمت بالمشاركة بالمسابقة، يعني هو تم استدعاءك مثلاً وتم الطلب والتواصل مع حضرتك، ولا لا أنت اللي شاركت؟ لا والله أنا شاركت عبر النت. تفاصيل يعني. أكثر عنه. التفاصيل هي المسابقة يعني بتبلش بشهر 9، يستقبلوا اللي عن النت اللي بيشاركوا عن النت، وهن بيصطفوا بقى من السوريين، فما شاء الله كانت المشاركة من السوريين شيء ألف ألف مشترك الحمد لله. حلو. فالحمد لله الله أكرمني، كنت الأول يعني الحمد لله، الله يتقبل. الحمد لله يا رب. طيب، رجعت من الشارقة وأنت واصل للمركز الرابع، كانت في تصفيات. نعم. وكل أسبوع كان في تصويت. أيه. بتذكر كنا على تواصل دائم. أيه والله معك والله. بالإمارات. أيه والله. ووصلت للمركز الرابع، شو تغير بعيسى ما قبل مسابقة الشارقة وما بعد الحصول على المركز الرابع؟ والله الحمد لله كثير تغير الوضع عندي، يعني أنه انعرفت أكثر الحمد لله، يعني حتى قدرت أصدر الإنشاد السوري، هو مصدر فعلا. صح. يعني احنا في متسابقين معنا من جميع أنحاء العالم يعني، فهنيك بأنجدوا سوري اللي هي ضابطة هيك نعمل، هلأ الشامي أو السوري بيقدر يقلد كل اللهجات. صح. أما المغربي تقيلة لهجته شوي، فكان يستشيرني اللي قدرت تعمل هيك، قدرت فوضح له أنا خاصة الأحرف عنده. الحمد لله والله انعرفت الحمد لله، والله أكرمني. ونحن من زمان عندي فرقة الإيمان، يمكن 2017 هون كان لي أول مشاركة. صحيح. عندكم. طيب أنا بدي أرجع معك شوي لورا، وسؤالي هو أنه أنت شو الشيء اللي خلاك، أو شو هو السبب اللي خلاك
تاخذ من الانشاد مهنه بحياتك وتمارسها كمهنه بحياتك؟ هلا الانشاد مو مهنه بحياتي، الانشاد هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، روحي يعني انا فنان والسلام. في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فنحن الله اكرمني، انا بوجه تحيه لاستاذي الشيخ عبد الرحمن عبد المولى اللي تعلمت عنده الانشاد، يعني هو استاذي وشيخي في القران الشيخ عبد الحليم ابو شعر، بوجه له تحيه كبيره اللي رباني الله يجزيه الخير، وابي وامي اللي كانوا يقولوا لي روح على الجامع، يعني كنت روح على جامع المنجاك وجامع المنصور وانا صغير، فاتعلم قران واتعلم انشاد، هو الانشاد بدايته في التكايا والزوايا يعني. صحيح. والحمد لله بدينا بمجال الصلاه على النبي. كنا عم نحكي انه لسان اهل الشام حجه على غيرهم من العرب، فعلا يعني حتى المغاربه التوانسه بعض المصريين بعض الخليجيين بيرجعوا لدمشق لانه لهجتهم واضحه بالانشاد. نعم. نسمع شيء بدايه، شو رح نسمع؟ حنسمع شيء عن رمضان ان شاء الله. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا نغفر زلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، رمضان أتى والبشر بدا، والكل بطلعته سعدا، هيا لنشمر عن زند ونعد العدة والعدد، رمضان أتى والبشر بدا، والكل بطلعته سعدا، هيا لنشمر عن زند ونعد العدة والعدد، رمضان فيه قد صمنا وذكرنا مولانا الصمد، شهر الرحمات لمن شهد، طوبى لفؤاد ما جحد، رمضان أتى والبشر بدا، والكل بطلعته سعدا، رمضان أتى والبشر بدا، والكل بطلعته سعدا، هيا لنشمر عن زند ونعد العدة والعدد، رمضان أتى والبشر بدا، والكل بطلعته سعدا، هيا لنشمر عن زند ونعد العدة والعتدى، رمضان فيه قد صمنا وذكرنا مولانا الصمد، شهر الرحمات لمن شهد، طوبى لفؤاد ما جحد، رمضان أتى والبشر بدا، والكل بطلعته صعدا، هيا لنشمر عن زند ونعد العدة والعدد. الله يسلم هالصوت، وتحية للفرقة أيضا لمرافقتنا اليوم، بدنا نعايد عليهم، كل عام وأنتم بألف خير يا أساتذة. طيب نرجع لقصة الإنشاد السوري والإنشاد الدمشقي على وجه التحديد، بشو بيتميز الإنشاد الدمشقي عن باقي المحافظات بداية، وأنت كنت ممثل لسوريا بالإمارات العربية المتحدة،
كيف لقيت الإنشاد الدمشقي متميز عن باقي الدول العربية؟ وكمان كمان نكون منصفين، كمان الدول العربية لهم إنشادهم الجميل طبعاً. جدا صح؟ لكان أي طبعا. هلأ الإنشاد السوري هو مصدر بشكل عام، خاصة لون جامع الأمو يعني. هلأ كل العالم بتلاقيها بتشاهد القنوات الإعلامية الرسمية للتلفزيون السوري، يعني تنور الشام وسما والسورية. يعني هو الإنشاد السوري مصدر كان، يعني سبحان الله نحن دائما كل البلاد يعني كل البلاد بتقلدنا. طيب شو كسبت منهم؟ أنت بشو قلدتهم كمان؟ أنا قلدت اللغة المغربية، اللهجة المغربية. إيه. فكان في أنشودة مغربية تاني. أدعوك يا عالي سر علنيا، ربي حسن حالي فرج همي ليا، أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي أنا بحالي بليت، أسجد لك بضعفي بالليل إذا مشي، احميني من نفسي واترك اللي مشي، رحمك يا ربي عبدك هذا بشر، انت اللي تسمع له انت العيون النظر. او مثلا طريقة الجلالة عندهم مثلا، رددوها يا خلان لا إله إلا الله، نوروا فيها المكان لا إله إلا الله، رددوها يا خلان لا إله إلا الله، نوروا فيها المكان لا إله إلا الله، هي شفاء الصدور لا إله إلا الله، هي نور على نور لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عافية يا رب. يعني قديش حلو اختلاف هاي الثقافات، قديش المشاركة بمثل هاي المسابقات إن كان بالدول العربية أو بغيرها بيعطي خبرة بهذا الموضوع كبيرة. بتقدر تشوف شو الاختلاف، بتقدر تستفاد أكثر إن كان من مدربين خارجيين أو حتى من المسابق المشتركين بهاي المسابقات كمان، قديش فعلا كسبت خبرة بهذا الموضوع وقديش لاحظت يعني في تميز من هاي الناحية موضوع الإنشاد إن كان بسوريا المغرب الخليج. يعني بعدة دول كانت مشتركة بهي المسابقة تحديدا مسابقة الشارقة. هو ثقافات بس سبحان الله حتى اللون المصري كان كتير حلو، يعني صحيح. اللون المصري هلأ عنا بالشام دارج كمان كان كتير جميل ما شاء الله، مثلا مثل لجل النبي بس إنن الإج عندهم لجل النبي بيقولوا صحيح، فحتى الجيم المصرية المميزة أيوة، واللون السعودي والليبي يعني كتير استفدت، حتى جبت أناشيد يعني للشام يعني مو معروفة مو مسموعة، صرت أشتغلها بالشام فحبتها العالم، صارت أنشدها الفرق الحمد لله. قد كانت مدة الإقامة بالمسابقة؟ شهر ونص. شهر ونص المسابقة كانت تصفيات على مدى شهر ونص؟ إيه تصفيات على مدى شهر كانت، بس كان في شهر تحضيرات. 15 يوم تحضيرات. تمام. طيب يومية. ماذا بعد؟ يعني طلعنا لمسابقة الشارقة وأخذنا المركز الرابع، ماذا بعد؟ شو عم يحضر عيسى شمو؟ والله عم حضر إنه إن شاء الله، هو على السوشيال ميديا اليوم كل الشغل على السوشيال ميديا عم 100% صحيح. عم حضر إن شاء الله إنه كل شهرين يكون إلي عمل مميز يعني جديد، يكون يعني يكون مرتب هيك عمل يضرب إن شاء الله، وعمل هيك نقدر نخلي العالم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الهدف مدح النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد رب العالمين لا إله إلا الله. والحمد لله شاركت بمسابقة محفل بإيران، ما لي كم يوم جاي منها يعني كمان. هي بعد الشارقة؟ هي بعد الشارقة كمان الحمد لله، هي قرآن كريم وإنشاد الحمد لله. فالله أكرم، أخذ مركز ثالث الحمد لله. حلو. إيه والله إن شاء الله يا رب كل التوفيق لك. وهون في منافسة عم تكون يا سارة بين فرق الإنشاد. صحيح. أنا عم شوفها، أنا صحيح. عم خبرها لسارة وحضرتك تعرف أستاذ عيسى أنه كتير بصداقة قوية الحمد لله مع المنشدين بسوريا خاصة الشباب أمثالك، ففي منافسة شوي. اي والله منافسة. خبرنا كبيرة. عن هالمنافسة، بتسبقون بيسبقوك، هي منافسة بتكون مهنية أكثر، هي بتكون منافسة مين بده يتميز عن الثاني، شو عم يصير؟ هلا نحن بنتنافس بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي. فنحن اليوم مثلا في فرق إنشاد كتير بالشام وكلهم خير وبركة وكلهم أنعم وأكل منهم، بس سبحان الله لكل زمان دولة ورجال. يعني اليوم نحن عم نستعمل الحكمة، نحن هلأ فرق علينا الموسيقى، في ناس كانت تسمع قبل موسيقى قديمة يعني مثلا أم كلثوم، في ناس بتحب هلأ تحدث، فنحن اليوم عم نفوت على الحفلات. يعني نحن الحمد لله الله مأكرمنا أهل الشام
يعني شو من اجانا مثلا اجا مولود بيساوي مولد عرس مولد الحمد لله مشهورين بالمولد ايوه فنحن عم نستعمل الحكمه عم يكون في شباب عم نشتغل اناشيد فضل الله خاصه بفرقتنا حتى الكاتب من عندنا من الفرقه اسمه الاستاذ احمد البيبي هو بيكتب لنا الاناشيد يعني فعم نستعمل الحكمه نحن عم نستعمل عم نكون يعني عم نحط ايد على الاصاله وايد على الحداثه عم نحافظ يعني على الموروث أيوة. وعم نضيف ونحدث بحيث الشباب الجداد عم يقدروا صحيح حتى فرقتنا الحمد لله فرقة الإيمان ما شاء الله كلهم أصواتهم جميلة يعني احنا فرقة شبابية يعني هي غير الأصوات الجميلة ولكن احنا بنشعر بشيء من الروحانية لما بنسمع الأنشودة لما بنكون بمولد بغض النظر يعني شو كانت المناسبة ولكن في شيء من السلام الداخلي ممكن احنا بنشعر فيه فعلا بهذا الموضوع كثير كمان فينا نسمع من حضرتك شيء ان شاء الله من عيوني حبيبي يا رسول الله حبيبي يا حبيب الله حبك يعني جبر الخاطر انت جبار الخواطر مولدك زهر وبشائر يا رسول الله حبك نتراحم شوية نتساعد في كل قضية حبك ما أغلاها علي يا رسول الله حبك هو بالوجه بسمة يا من قد أرسلت رحمة حبك يعني طيب كلمة يا رسول الله حبك شو بتعني هالكلمة بتعني إنك بي وإمي يا حبيبي يا محمد يا رسول الله أنت قلب قلبي أنت حبيبي يا طه بذكرك طبت أحبك ودك يا طه زين عن جوم الليل يا مسهرت يشفى القلب في سكنت حبيبي يا طه بذكرك طبت أحبك ودك يا طه زين عن جوم الليل يا مسهرت يا دمعتي لا تنزلي قلبي عليهم يغلي غلي يا دمعتي لا تنزلي قلبي عليهم يغلي غلي قلبي قلبي قلب قلبي عليهم يغلي غلي أحبهم أودهم لأهل البيت هم أحبابي وهم أهلي يشفى القلب أحبك ودك يا طه الزين عن جوم الليل يا مسرد هايم بيك والله والله هايم بيك والله والله روحي فداك والله والله روحي فداك والله والله بحبك وبريدك واتمنى بص ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بص ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسني بحبك وبريدك واتمنى وصيدك خدامك ومريدك يا جد الحسني لطيبة رحالي حطتها يا غالي يا شاغل لبالي يا رسول الله
ولمع عيوني عيوني بروبك لموني يا ضيل عيوني يا حبيب الله بحبك وبريدك واتمنى وسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين وجهه فاق البدورا زاده المولى سرورا وجهه فاق البدور زاده المولى سرورا وجهه فاق البدور زاده المولى سرورا ضحوك السن حبيبي لو تراه صلوا عليه جحيل الطرف للعاشق رماه صلوا عليه ضحوك السن حبيبي لو تراه صلوا عليه جحيل الطرف للعاشق رماه صلوا عليه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه وكل الكون أنار بنوري طه قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل على سيدنا محمد دائما وابدا ومشكوره فرقتك اللي موجودة معنا الأساتذة ومشكورة أيضا أصواتكم العذبة اللي فعلا مثل ما قالت سارة أعطتنا روحانيات بأول يوم كل عام وأنتم بألف خير يعطيك ألف عافية ونتمنى لك التوفيق أكيد بكل خطواتكم الجاية وكل عام وأنتم بخير رمضان الله وأنتم بخير والله أنا بحب أتشكركم قناة سمع المباركة الله يجزيكم الخير عنا وبحب أتشكر كمان كل مين ساعدني بمنشد الشارقة حتى قدرت الله أكرمني وصلت لهون ما بنسى الجالية السورية كمان هنيك بالشارقة وما بنسى الشيخ علي الخرفان الله يجزيه الخير كمان كان يعني عم يأشرف هنيك عم يقدم لي دعم كان وما بنسى قناة نور الشام وجميع الفنانين حتى الأستاذ ورد ما قصر والله الله يسلمك جميع الفنانين والمطربين والمنشدين يعني الله هيك يجزيكم الخير عني وإن شاء الله إن شاء الله يا رب آمين. هيك خطواتك القادمة تكلل بالنجاحات آمين وامتى ما كنت انت موجود وعم تمثل سوريا فنحن بنفتخر فيك الله يخليك اياك انا بفتخر فيكم اهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا شكرا لك مشاهدينا الاناشيد والاغاني الرمضانيه اكثر من ان تعد او تحصى فهي بتغيب لاشهر طويله 11 شهر وبعدين بترجع لنا عبر اثير الوسائل الاعلاميه بمجرد قدوم الشهر الفضيل منبلش على الإذاعات على التلفزيونات مزبوط منسمع. صحيح يا ورد وهي أكيد بتنقسم بين أغاني بترحب بقدوم هذا الشهر الفضيل وأغاني بتزعل لوداع أيضا وبتزعل وهي غير الأغاني يلي بتعبر عن الفرح فيه أو بتوصف مظاهر وأجواء الشهر الكريم والروحانية والبهجة يلي بترافقه لكن أكيد من بين كل هالأناشيد والأغاني يوجد الأقدم وهالإنشودة القديمة بيقولوا إنه اللازمة تبعها سبقت حتى وجود رمضان خلونا نعرف بالتفصيل أكثر عن هذا الموضوع بهالتقرير من الممكن القول أن أغنية رمضان غانا
اللي أداها الفنان محمد عبد المطلب هي الأكثر شهرة وتكرارا وترديدا، خصوصا أنه كلماتها سهلة وبسيطة وقابلة للحفظ السريع. وللمعلومة فإنه شهرة الأغنية وارتباطها الوثيق بقدوم رمضان جعل البعض يسميها السلام الرسمي لشهر رمضان المبارك. لكن إذا بحثنا عن الأغنية الرمضانية الأقدم تاريخيا فمشوف إن أغنية وحوي يا وحوي المعروفة على نطاق واسع، وعادة ما بتسبق حلول رمضان وبتواكب أيامه وليالي وبيرددها الصغار قبل الكبار. فتم تقديم وحوي يا وحوي لأول مرة عام 1937 بكلمات الشاعر محمد حلمي وألحان وغناء أحمد عبد القادر، ومن بعدها أعاد فتحي قورة وأحمد صبري صياغة كلماته وألحانها لتغنية اللبنانية هيام يونس وهي طفلة ضمن أحداث فيلم قلبي على ولدي للمخرج هنري بركات بعام 1953. وختاما بعام 2009. يعني بأول أيام شهر الفضيل لسه ما كتير تغير النمط الغذائي تبعنا، لأنه لسه ما فطرنا وما لحقنا نجوع وما لحقنا نعطش، ولكن جاي الأيام فالتغذية الصحية والسليمة بتاخذ المساحة الأكبر من اهتمام الصائمين، ولكن أحياناً بعض العادات الغذائية الخاطئة ممكن تزيد من صعوبة الصوم، سواء الشعور بالعطش أو حتى الجوع الشديدين، أو بتخلي الشخص بحالة إرهاق وتعب مستمر ودائم. تماماً ورد، صحيح هذا الكلام، وموضوع التغذية يعني مهم بشهر رمضان كتير، وكل مرة بينحكى فيه، وإن كان بالعادات الخاطئة أو بعض التصرفات أو كذا، بس يا ترى يعني في حدا عم بيقدر ياخد عم نطبق ولا لا؟ يعني أنا أحد الأشخاص تعب شوي يتغير الروتين. شو هي هاي العادات الخاطئة وشو الطريقة الصحيحة لصوم الشهر الفضيل من ناحية الغذاء على الفطور أو حتى كمان على السحور؟ كل هالمعلومات وأكثر رح نعرفها من ضيفتنا اختصاصية التغذية داليا حسامو. أهلا وسهلا فيك، يا رمضان كريم، رمضان كريم، ينعاد على الكل يا رب، وعليك يا داليا أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير. جوعانة؟ لا لا، رواء اليوم تمام. لسه ما لحقنا، كنت عم بسألها لسارة، عم بسأل المصورين بلشتوا تجوعوا؟ أمورنا بخير لسه؟ أنا وورد اتفقنا على شغلة بأنه نحن أول ثلاثة أيام ما كتير بنتعب، بعدين بنبلش. تماماً بالضبط، ضيفتنا على العكس. تماماً بالضبط. هلأ في الأشخاص اللي هن اللي عندهم إدمان على الكافيين بيحسوا دائماً بمثل أعراض الانسحاب، يعني مثل كأنه شخص كأنه يعني فقد شيء كتير مهم، خلص بيضل عنده صداع وبيضل عنده تعب ووهن وما عم بيقدر يركز بشغله تماماً. صحيح. بس بعد بثلاث أربعة أيام خلص هو بيصير بيتعود، وممكن يصير إنه هو بعد رمضان يعمل تشنج لايف ستايل، إنه هو يصير يفطر وبعدها يشرب القهوة، يعني هذا شيء صحي أكثر لإله، ما يأخذ القهوة على الريق. طيب يعني خلينا نبلش بأول أسئلتنا، معناها شو الأخطاء اللي بنرتكبها نحن بأول كم يوم من شهر رمضان تماماً، واللي بتخلينا إنه لا عن جد إجا رمضان، عن جد نحن صايمين، طب جوعان عطشان، شو ممكن عم نعمل غلط؟ تماماً بالضبط. هلأ ورد أول ما بيقدم فوراً الأشخاص كل شيء مشتهينه بيتوجهوا عليه، يعني هني ما بيركزوا مثلاً كيف ترتيب الوجبات كانت، مثلاً حامض وحلو ومثلاً دسم ومشاريب وعصائر، هون البنكرياس خلص ما تعرف شو بده يعمل، يعني بيرتفع الأنسولين، الأملاح الصفراوية، يعني كله مع بعضه بصير في اضطراب للجسم، جهاز الهضمي كله بيشتغل، خلص بيتكركب هون. فلهيك أنا لازم أكون أوعى من هاي الشهية أو الجوع اللي عندي أنا، اللي صار يعني اللي حدث، مفروض أنا نظم وجباتي، لأنه هون بصير كمان في تناول كميات كبيرة من الطعام، فبصير في تخمة على الأشخاص. صحيح. أنا بدي أحكي بموضوع، هل أنت مع فكرة يعني هاي الطرح في عالم قبل رمضان بأسبوع بتبلش تغير شوي شوي ببعض العادات؟
تماماً. تخفف كافيين، تخفف تماماً. وجبات ممكن تماماً. هل هذا الموضوع فعلا بيساعد لانه نحن اول ما نبلش شهر رمضان ما نحس بهذا التعب او العطش الكبير ولا لا هي عباره عن يعني أكيد. بعض التصرفات ممكن تفيد اشخاص عندهم اشخاص ثانيين؟ لا اكيد بيساعد، يعني نحن من اسبوعين والاسبوعين الماضيين كثير ركزنا على هذا الموضوع اللي انت هلا عم تحكي فيه، انه كيف الشخص مثلا يحاول قد ما فينه اذا بيتناول مثلا 6 وجبات يصيروا 3 بشكل انه هو يعود جسمه على الصيام، او مثلا ممكن يتبع الصيام المتقطع، ممكن تمام. مثلا انه هو يخفف كميه الكافيين اللي عم يفوتها على جسمه، ممكن هو كمان قد ما فينه يحاول انه يصغر الكميات كمان مشان كرمال انه هو ما كثير يتضايق بعدين، يعني يصير الاحتياجات انه تنقص لجسمه. فعلا هذا موضوع ضروري كرمال ما نتفاجئ برمضان، يعني لا نترك حالنا لاول يوم برمضان ونتفاجئ. طيب. انه والله اللي عم تحكي يا ساريا يا ساره ويا داليا تو ليت، خلص صمنا وبلشنا برمضان. لا انا جربتها قبل بيوم، يعني ماشي الحال لحد الساعه 12 صيام الدرجات المادنه اللي كنا نقول عليه. طيب بلشنا اول يوم رمضان، شو بنعمل نحن وبيخلينا على السحور ثاني يوم نكون كثير جوعانين وكثير عطشانين؟ انه شو وجبه السحور لازم تماما تكون شو شو بنعمل شيء غلط على السحور؟ شو الاخطاء الشائعه؟ تماما بالضبط، تناول كميات كبيره من السكريات لانه هي هضمه كثير بيستغرق، يعني كثير هضمه صعب بالجسم فلهيك وبتعمل لي عطش، وكمان استهلاك كميات كبيره من الدهون كمان هذا الشيء بيعمل تلبك للشخص خلال وهو صايم. غير عن هيك الاسراف في تناول المنبهات كمان المنبهات هي مدره للبول، فلهيك الاشخاص كمان كميه السوائل يلي تناولوها خلال وجبه من الفطور للسحور كمان هو خسروها خلال فتره الصيام. كمان الاطعمه المالحه والمقالي هدول الاشياء كمان بتعمل احتباس سوائل وبتخليهم يتعبوا لاكثر. ما تركتي شيء، شو بدنا نتصحى؟ بدي اقول لها يعني انت قلتي الاسراف بتناول المنبهات. المنبهات هي المنبهات معناتها نحن اوكي مسموح نشربها ولكن تمام. بكميات معتدله. كميات معتدله. في شيء معين، فنجان فنجانين 3 على السحور مسموح في اغلب العالم يلي هي بتحب القهوه، قبل ما يقدن بتكون عم تشرب يعني فنجان وفنجانين قهوه. بتقول لك انا كرمال هلا ممكن فنجان صغير ممكن يعني انه مقبول، بس هي بنفس الوقت كمان انا بدها تكون وجبه السحور هي متكامله، يعني مثلا هي اول شيء بدها تحتوي على النشويات المعقده، نشويات المعقده الحبوب الكامله، يعني بحاول مثلا ركز على الخبز الاسمر، الحبوب الكامله مثلا شوربه العدس، شوربه الشوفان، كثير تعتبر هي خيارات جيده لانه هي حتتحلل بالجسم ببطء، فبهي الطريقه هي حتعطيني طاقه لفتره اطول والشخص ما رح يستنفذ المخزون اللي عنده. هلا هو اوريدي يعني الصيام هو يعني بيعمل ريكفري للجسم، يعني والاشخاص اللي بدها تنحف كمان كثير هاي فرصه ذهبيه لإلهم اذا عرفت تاكل صح. تماما بالضبط، لانه الجسم هو المصدر الاول بده يستخدمه لطاقه هو السكريات، فانا لما قطعت السكريات عنه لفتره طويله فهو فورا توجه للدهون، فهو اخذ من المخزون يعني من الاوفر ويت يعني الدهون الزائده تمام. فلهيك هو استغل هذا الشهر لانه هو ينزل وزنه بطريقه صحيه. كمان لازم وجبه السحور تحتوي على الخضار، الخضار الورقية اللي بتحتوي على نسبة عالية من السوائل مثل الخس مثلا، الجرجير، فيني أنا كمان مثلا أعمل شوربة خضار بتحتوي مثلا على الكرفس والأرنبيط والبروكلي، قد ما فيني حاول يكون في حصة فواكه وبركز أكثر شيء على الموز لأنه هو مصدر جيد للبوتاسيوم اللي بيحفظ السوائل، ومفروض كمان يكون في عندي من 2 لـ3 حصص من البروتينات، كمان البروتين كتير بيعطيه بحفز هرمون الشبع وبنفس الوقت بيحبس السوائل بالجسم. ليك عطتنا حلول وخلص صارت مائدة السحور إن شاء الله عامرة، بقي بس هيك ناخد نصائح لحتى بين الفطور والسحور. تمام. إذا لاحظت عم نرجع بالتدريج لأنه السحور بيسبق الفطور عادة. الفطور. طيب. تماما بين الفطور والسحور تمام. أنا ما بلحق أشرب مي، أنا ما بحس بعطش، أوكي بشرب على الإفطار بعدين بنسى أشرب لبين ما يجي السحور، بنتناول السحور ما عاد في مكان للمي. كيف تنصحينا نوزع السوائل؟ السوائل هلا مفروض ورد كل ساعتين يكون في كوب من المي او كوبين، هلا برمضان بالحاله العاديه كل ساعتين كوب، هلا كل ساعه كوب مفروض حتى يقدر يعوض النقص، يعني نحن مفروض ندخل لاجسامنا ما يعادل من 2.5 لـ3. هلا في ناس مثلا كثير يعني بتستصعب هذا الموضوع صراحه انا احدى الاشخاص اللي بستصعبه كثير، لهيك بضلني بسال انه شو الحل شو البديل تمام. في حال انه انا ما كثير بقدر اشرب كميه كبيره من المي وصل فيها للترين
والثلاثة، شو الحل اللي ممكن أنا أعمله لحتى أعوض؟ مثلاً في أشخاص ما بتشعر بالعطش أبداً، في أشخاص تشعر فقط بالجوع والعكس كمان صحيح. كيف بده يقدر الواحد يفهم جسمه ويتأقلم معه ويتعامل على هذا الأساس؟ هلأ في أشخاص مثلاً كتير أحياناً بتجي بتسألنا مثلاً أنه هل العصائر الطبيعية هي حتعطيني نفس الحاجة؟ فأنا بقول لهم هيك أكيد أنه حتعطيني نسبة سوائل منيحة وفيتامينات ومعادن، بس بنفس الوقت هي فيها سكر كتير كمان صحيح. فأنا بدي يكون حذرة، يعني أنا أوكي مثلاً والله ما شربت مي بنوب وأطلع بلترين مثلاً عصير بردقان، لا هيك صار مشكلة كبيرة تماماً بالضبط. لا التمر الهندي كمان إذا أنا يعني عم بيجيبوه من برا وهي كتير مضاف كميات سكريات مصنعة، فلهيك أنا ما بفضل أبداً. ممكن مثلاً كمان الأمر الدين كمان والعرق السوس كمان لمرضى الضغط أنا ما بنصح أنهم ياخدوه أبداً، لأنه هو بيرفع لهم ضغط الدم نسبة عالية. والله أنا بحس ما في شيء بيروي غير المي، المي هيك اللي بتكون بعد الصيام طويل ونوزعها، بعير المنبه أحياناً إذا أنا نسيت كل ساعة شرب كاسة مي صوب حالة شرب كاسة مي، لأنه نحن عم يقدن المغرب هلأ تقريباً 7 وحيزيد وبعدين كمان الفجر حيكون عم ينقص، فمعنى عدد ساعات ممكن يكون طويل للصوم، فلازم نلحق نشرب مي. نروح لوجبة الإفطار هلأ، وصلنا للإفطار بعد كم ساعة الإفطار تماماً. شو الوجبة المثالية حتى ما نحس بتلبكات معوية خاصة أول أسبوع؟ تماماً. هلأ أول شيء بلش بالتمر طبعاً للأشخاص اللي ما هنون مرضى سكري، لأنه التمر هو يعتبر سكر سريع الامتصاص وبيعود هبوط السكر اللي حصل معي خلال ساعات الصيام الطويلة، يعني هو بيرفع لي بسرعة، هو هاي جلايسيميك اندكس نحن من صنفه، وبنفس الوقت هو سكر طبيعي، يعني أنا ما صدمت الجسم بسكر صناعي. في عدد معين من هلأ من 3 إلى 5 هي تعتبر حصة فواكه تقريبا، أكثر من هيك لا، ممكن بعد ب3-4 ساعات مثلا ممكن الواحد يرجع يدخل مع فنجان القهوة ممكن ناخذ التمر. ممكن كمان في عنا خيارات تانية غير التمر، بس سبحان الله يعني نحن معتادين انه نحن نبلش بالتمر كوقت بيقدن يعني. بعدها لازم انا مفروض بلش بصحن سلطه لحتى اعوض السوائل، هيك انا بكون هيئت المعده بشكل تدريجي، اعطيتها سكر بالبدايه، سكر رفع لها الهبوط اللي صار عندها، بعدها عوضنا هيئنا المعده لاستقبال الوجبه الرئيسيه الدسمي. وكمان صحن الخضار والفواكه هو يعتبر مصدر جيد للالياف وكمان للسوائل يلي حصلت عندي. وبعد هيك كمان بلش كمان بصحن شوربة، بفضل انها تكون شوربة خضار او عدس مثلا او يخنة، ما بفضل انه نتوجه للشوربات للظروف لانه هي كتير رح تكون الى مضاف مثلا مواد حافظة واملاح وما كتير منيحة، يعني ما حتعطيني الحاجة الغذائية صح. اللي انا بدي اياها. ممكن بعدها اخذ بريك شوي، ممكن بعدها ريح شوي، بس ما دائما عم بيقدروا العالم يكتبوا هاي النصائح. هات بقى اعطونا بريك هون المشكله هي الاساسيه. هيك انا هيئت المعده حضرتها للوجبه الرئيسيه، واكيد ما بفضل انها تكون الوجبه الرئيسيه كثير دسمه، يعني انه مطبوخه بطريقه صحيه. في اشخاص قادرين يطبقوا هذا الكلام، يعني هو كلام اكيد منطقي وصحيح من الناحيه العلميه والجسديه، وبنتمنى فعلا بانه الكل يعني يلتزم فيه، ولكن يعني موضوع الصيام خاصه هون بسوريا بالشام تحديدا مثلا، خلص في وجبه عم بتكون يعني رغم الظروف الاقتصاديه السيئه، واكيد مائده الافطار برمضان ما مثل ايام زمان طبعا، ولكن لحد الان لا غنى عن تنوع الوجبات تمام. لهيك الانسان ما عم بيقدر بدايه انه يبلش بالترتيب بهدول ويترك فتره، فاحيانا ببلش ولكن بيطلع عليه نتائج سلبيه، تلبك معوي او غيرها من الشغلات. هلا هو اذا مشي بهذا التدريج ما راح يصير ان شاء الله عنده مشاكل، خصوصا بالنسبه لمرضى الكولون العصبي لما هني بدهم ياكلوا كميات كبيره على وجبه. انا واحد منهم على وجبه واحده، هون حيصير عندهم تلبكات معويه، حيصير عندهم عصر هضم، حيصير عندهم نفخه، كثير رح يتضايقوا، يعني هني اكلوا انبسطوا وشكلوا بالاصناف كلها، بس بنفس الوقت صار في سايد افكت. بعدين بنبلش بعدها بالوجبه الرئيسيه اللي هي لازم تكون من النشويات المعقده، من البروتينات الصحيه، يعني بفضل انه البروتينات تكون من اللحوم الحمراء، من اللحم الابيض، من
احيانا ممكن اسماك يعني ما توفرت، ممكن اعوض عنها انا بالبروتين النباتي مثلا فول حمص عدس حسب الموجود يعني، ومفروض يكون في الخضار كمان المطبوخه والدهون الصحيه كمان. وممكن احيانا انا بنصح مثلا الاشخاص اللي حابين يتبعوا نظام غذائي صحي برمضان انه يكون مثلا في كوب لبن مع وجبه الافطار لحتى تساعد بعمليه الهضم يعني. يا سلام، هذا بيعطي خمائر طبيعيه تماما وبيعوض عن النقص اللي بيكون موجود خلال ساعات الصوم. ما ضل غير نتشكرك، نتمنى لك رمضان كريم وهيك ايام مباركه وتفيدي الناس بمعلوماتك الغذائيه والصحيه. ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالصحه والخير. شكرا كثير لك، رمضان كريم. رمضان كريم. أمور كثيرة بوقتنا الحالي يمكن عم نشوفها سهلة بسبب التكنولوجيا والتطور الموجود، بس لما نفكر كيف كانوا أهل أول يعملوا وحدة من هالأمور رح نكون عم نوقف قدام حالة صعبة كتير. ومن هالمواضيع على سبيل المثال للحصر التماس هلال شهر رمضان المبارك. تماماً ورد، يعني موضوع التماس الهلال لهلأ حساس كتير كونه بيحدد بداية الصوم، وفعلاً بهالوقت وخلال التماس الهلال بيتم استخدام التلسكوبات المتطورة نسبياً. بس قبل كيف كانوا يعملوها يا ترى؟ كاميرا سما نزلت وسألت الناس عن هالموضوع، يا ترى عرفوا الجواب الصحيح ولا لا؟ خلونا نعرف سوا بهالتقرير. كاميرا سما نزلت على الشارع السوري وكانت بين الناس بسؤال ممكن يفكروا فيه الكتار، ولكن فعلا بسبب حيرة، يلي هو كيف كانوا القدماء يلتمسوا هلال شهر رمضان المبارك على الرغم من عدم وجود تكنولوجيا وتطور علمي، وما كان موجود إلا العين المجردة يلي قادرة تشوف القمر والشمس والظواهر الكونية المتنوعة. الإجابات رح نعرفها مع الناس ومنخبركم فيها بهالتقرير. والله صعبة، ما في غير الأمر. كان على القمر يا فاروق، على الشمس، ظواهر كونية هيك شيء. لا أنا بتذكر من زمان يعني على القمر، بس لهلا نحن نستنى القمر، بس إنه ما كان في تكنولوجيا ليش القمر بيبين بعدين. الأشهر القمرية اللي يطلع لها شهر رمضان، إيه بس على الضوء على العين يعني على البصر مباشرة، إيه فورا. إنه طبعا ممكن يتأخر يوم أو يزود يوم عليهم لأنه ما كان فيه تطور. هلا من زمان رؤية الهلال وإثبات رؤية الهلال كانت بتكون عن طريق إنه يطلعوا على الأماكن العالية. أنتوا بألف خير، رمضان مبارك، انطرونا بكرة على الساعة 4 العصر حتى لو كان يوم الجمعة، فنحن مرافقين لكم إن شاء الله بساعات صومكم. سارة وأنا حنكون على الموعد، فكونوا كتار. رمضان كريم، وبكرة نحن منلاقيكم بنفس هذا الموعد. بتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي. باي باي.